الجولة الصحفية كنقدموا عليكم من قناتكم شوف تيفي. أهلا بكم. كنستهلوا جولتنا الصحفية بيومية الأحداث المغربية. الخدمة العسكرية نهاية المرحلة الأولى. أدى 5433 مدعوا للخدمة العسكرية بالمركز العسكري الثاني للتجنيد والتكوين بقصبة تادلة أول أمس الخميس القسم بعد نهاية التكوين الأساسي المشترك الذي امتد على مدى 4 أشهر، وإلى يومية المساء 18 سنة سجنا للمتهمين الرئيسيين في شبكة تجنيس الإسرائيليين. طوت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء أول أمس الخميس ملف المتهمين بتجنيس الإسرائيليين بواسطة وثائق مزورة بعد أن أصدرت المحكمة أحكامها في حق المتهمين في الملف والتي تراوحت بين 6 سنوات وسنة واحدة. وغنختموا بيومية أخبار اليوم لعنوانات انطلاق ترقيم المغاربة. شرعت المصالح المكلفة بسجل الحالة المدنية بمدينة الدار البيضاء في إسناد رقم تعريف وحيد للمواليد، وهو الرقم الذي سيرافقهم طيلة حياتهم، وسيعمم هذا الإجراء على كافة المغاربة خلال السنوات المقبلة. تفاصيل أوفر كتبعوها في ذات اليومية. جولتنا الصحفية انتهت. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.